العمل التطوعي. أنت كيف تتعاملين مع أبنائك وبناتك في موضوع الثقافة، زرع ثقافة التطوع؟ إذا ممكن تحكي لي يعني بشيء من التفصيل عن مواقف صارت لك مع أبنائك وبناتك في ميدان التطوع. شوف، من أجمل المواقف اللي صارت لي وقت جائحة كورونا، كانت بنتي في الصف التاسع اللي هو ثالث متوسط، وكانت جايتني فرحانة تقول ماما عندنا درس عن التطوع، وإن أنا أكثر واحدة كنت أجاوب عنه. كانت متحمسة وتحس إنه إنجاز إنها تعرف كثير عن التطوع. وكذلك في وقت جائحة كورونا خليت ثلاثة من أبنائي يشاركون معانا في الحملات التطوعية اللي هي نعين ونعاون ودواكم واصل. هل هذه التجارب انتقلت من خلالهم إلى أصدقاء إلى أقارب؟ إيه، يعني يوم شاركوا أبنائي في الحملة كانوا يطالبون وخلوا بعض أصدقائهم يشاركون معاهم في هذه الحملات. هذه اللي إحنا أخذناه أو أثمرت فينا قاعدين إحنا نزرعه فيهم. يعني روح التطوع معدية؟ أكيد.